أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني إعدادي، أهلا ومرحبا بكم في أولى مراجعات النحو في الترم الأول. من الدروس المهمة اللي بدأنا بيها الترم الأول مع حضراتكم درس اسمه المعرب والمبني. سر التسمية هي أصلا سر الهدف من دراسة منهج النحو. إزاي حضرتك تتعرف على شكل الإعراب أو شكل الحركة الأساسية في نهاية كل كلمة، وهو الهدف من دراسة النحو. زي ما حضرتنا هنشوف دلوقتي إن عند حضرتك الإعراب هو تغيير آخر حرف للكلمة حسب موقعها الإعرابي. مثال اسم محمد، إذا بدأنا به الجملة وقلت لحضرتك محمد طالب مجتهد، محمد بدأنا بها الجملة، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، جملة اسمية بسيطة. جاء محمد جملة فعلية، جاء فعل ماض مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة على آخره. رأيت محمدا، رأى فعل ماض مبني على الفتح، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، أنا اللي رأيت، ومحمدا من وقعت عليه الرؤية، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مررت بمحمد، الباء حرف جر متصل مبني لا محل له من الإعراب، ومحمد اسم مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة تحت آخره. الناس بتقول على آخره، هي الأصح والأدق تحت، لأن أنا عندي ثلاث حركات، الفتح فوق والضم ثم الكسر بأسفل آخر الحرك أو آخر حرف في الكلمة. هو الإعراب، الهدف من الإعراب. طب يا ميس أنا هستخدم الإعراب في حياتي في إيه؟ يعني أنا هطلع دكتور ولازم أشوف الطب المريض اللي جاي لي ده هرفعه بالضمة لو حطيته في جملة اسمية أو جملة فعلية؟ هي الدقة في النطق، وخاصة في نطق القرآن الكريم، هو الهدف من معرفة اللغة العربية الفصحى. إذن أنا عندي الجزء الأول من المنهج بتاع النحو في درس المعرب والمبني، هو معرفة الإعراب أو الحركة الإعرابية لآخر كلمة أو لآخر حرف في الكلمة. أما البناء هي أي كلمة لا يتغير حركة آخر حرف منها داخل الكلمة. من أول جريد فور كان عندنا بعض الكلمات إحنا دايما نقول لحضرتك ما بنعربهاش، لا محل لها من الإعراب. الكلمات دي أو الأسماء دي اللي ما كناش بنتطرق إليها في المرحلة الصغرى، لأن حضرتك ما كنتش مستوعب إن الكلمات دي ملهاش إعراب شكلي. الشكل أو الإعراب بتاعها بيفضل لازم معاك لغاية ما حضرتك إن شاء الله تخلص ثانوية عامة كده. الكلمات دي بيقول عليها مبنية، لا محل لها من الإعراب، الإعراب النموذجي. يعني إيه اللي أنا بقوله؟ عند حضرتك بعض الكلمات زي أسماء الإشارة وحروف الجر والضمائر والحروف كلها دايما مبنية، الحرف الأخير منها بيفضل لازم في البناء بتاعه، ما بيتغيرش مهما اختلف موقعه داخل الجملة. زي أول مثال أنا حطاه لحضرتك، هذا طالب مجتهد. قلنا لحضرتك زمان إن عند حضرتك الضمائر وأسماء الإشارة إذا بدأنا بها الجملة الإسمية تحل محل المبتدأ، كأنها اسم طبيعي وبسيط جدا. هذا اسم إشارة مبني على السكون، حل محل مين يا أولاد؟ لما أقول لحضرتك كده هذا طالب، إذا أنا بشاور على مين أو أنا بتكلم مع مين؟ عن الطالب. إذا هذا مبتدأ وطالب خبر، يبقى هذا اسم الإشارة حل محل أو اترفع مكان مين؟ مكان المبتدأ. إن هذا الطالب مجتهد. إن افتكر كده معايا بسرعة، إن دي حرف من الحروف الناسخة أيضا مبنية، مبني إن، انطق كده إيه اللي انطق معايا؟ النون مفتوحة، حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اللي بيجي بعد إن، افتكر الجملة بسرعة، جريد 6 كان فيها ايه؟ قلنا الحروف الناسخة بتدخل على الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر. المبتدأ بيتحول الى اسم ان ويتغير الاعراب من الرفع الى النصب، والخبر بيظل خبر بس مش خبر للجملة الاسمية، بيتحول لخبر ان ويظل باعرابه الرفع. ان هذا، هذا حلت محل مين لسه قايلين؟ حلت محل اسم ان، اسم اشاره مبني على السكون في محل نصب اسم ان. مررت بهذا الشارع، تاني نفس الاعراب بتاع هذا اللي احنا قلناه فوق، ما انا عشان كده بقول لك ان ده المبني، المبني اللي ما بيتغيرش شكل اخره مهما اختلف موقعه داخل الجمله.
سواء اتصل بحرف جر جه في بداية الجملة الاسمية، جه في بداية الجملة الفعلية، أو مع الجمل النواسخ. مررت بهذا الشارع، الباء حرف جر. طب افتكر كده بسرعة ايه حروف الجر اللي كانت معايا. انا عندي نوعين من حروف الجر، حروف جر متصلة وحروف جر منفصلة. المتصلة كاف اللام الباء، المنفصلة في إلى عن على من. طب حرف الباء متصل أم منفصل؟ متصل. باء حرف جر متصل مبني لا محل له من الإعراب. هذا اسم إشارة نفس الإعراب اللي فوق كرر، مفروض حضرتك تكون حفظت. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر. اتجرب إيه؟ ما تقوليش في الجر بالكسرة، هو الجر بسبب الحرف السابق ليه. جرة بين قوسين كده بالباء وعلامة الجر. لا ما انا قلنا خلاص بقى، ما هو كده حل محل بس، لكن هو مش هيغير مكانه الإعرابي. عندي بعض الأمثلة التانية اللي هتأكد لحضرتك ان انا عندي حالات في الإعراب وفي البناء. الإعراب والبناء، تذكر معايا نوع الكلمة. من طول النهار عمين بنتكلم ايه نوع الكلمة اللي احنا بننطقها. عندك الكلمة اما اسم او فعل او حرف. طب لما هاجي هعمل كده تفصيلة او هاجي هقسم، ما هو الاثنين بقى بكل واحد هياخد دوره. مين اللي هيخش مع عيلة المبنيات ومين اللي هيدخل مع عيلة المعربة؟ كل الحروف، حروف جر، حروف ناسخة، حروف عطف، كل ده مبني دائما ومش هيتغير لغاية ما حضرتك تخلص ثانوية عامة. اما بحيث الاسماء، لما يجي اول سؤال استخرج في قطعة النحو رقم الف، يقول لحضرتك استخرج اسم مبني واسم معرب. اعتقد احنا اتدربنا عليه كتير قوي طول فترة الدراسة. الاسم المبني، والله اسهل حاجة هتلاقي كلمات محطوطة تحتها خط. اللي بقول لحضرتك اصلا في رقم الف اعربها. شو اصلا النحو عندك الف وباء، الف اعرب الكلمات التي تحتها خط. ده انا بديك الاجابة يا ابني، الكلمة اللي أنا بقول لك اعربها هي دي الأسماء المبنية، وأنت كده خدت الدرجة على الكيس. أما الكلمات اللي أنا هديها لك هما ست أسماء هتحفظهم زي ما هما، هما دول الأسماء المبنية. وبتلاقيها سهلة جدا وحضرتك حافظهم أصلا، بس أنت ما كنتش تعرف إن دول مبنيين. والأفعال عندنا كام فعل؟ حسب الزمن، ماض، مضارع، أمر. الأمر والماضي دائما مبنيان. اول وانت كنت في جيت فور اقول لك ايه، فعل ماضي مبني، فعل امر مبني. اما المضارع كلكم حافظين فعل مضارع مرفوع لما ترفع الضم، وده مش صحيح. انت في عندك اعراب للمضارع خاص بيه، ثلاث حالات معربه وحالتين فقط في حاله البناء زي ما هنشوف دلوقتي كده قدام حضرتك. عندك الحروف كلها مبنيه، ركز تاني، كل الحروف مبنيه، كل الاسماء الستة اللي احنا عمالين بنقول فيهم من اول السنة، ضمائر، اسماء موصولة، اسماء اشارة، ادوات الشرط، بعض الظروف، ادوات الاستفهام هي المبنية فقط. اما كل اللي موجود جوه قطعة النحو كلها معربة وطلعت اسم فيها صح، كله اللي طلعه صح. وهتبقى اسهل بالنسبة لك لو طلعت كلمة من الاسماء اللي حضرتك اصلا بتعربها. الافعال عندنا ثلاث انواع من الافعال، فعل ماض، فعل امر، فعل مضارع. الماضي والامر دائما مبنيان. الفعل المضارع ثلاث حالات اعراب، يرفع، ينصب، يجزم، حالتان فقط اذا اتصل بنون النسوه ونون التوكيد يبنى. بص معايا على الامثله، بص كده الأسئلة أو الكلمات الست اللي أنا عمال أقول لحضرتك الأسماء اللي دايما هتلاقيها مبنية. عند حضرتك أول نوع منها الضمائر. فاكر كده في جريد فور كنا بتقولي أنا عندي ضمائر، اسمها ضمائر مين؟ المتكلم، أنا ونحن، مبنية. ضمائر المخاطب، بخاطبك أنت، 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 أنتما، أنتم، أنتن. ضمائر المتكلم أنا ونحن، ضمائر المخاطب أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. ضمائر الغائب، هو، هي، هما، هم، هن. هذه الضمائر دائما مبنية. أسماء الإشارة افتكر بسرعة، هذا احنا كنا عارفينها، هذا، هذه، ها، هذا مفرد مذكر، هذه مفرد مؤنث. المثنى بتاعهم، اوعى، المثنى
يعرب إعراب المثنى أسماء الإشارة يعرب إعراب المثنى الكلمة العادية يرفع بألف وينصب يجر بالياء. هذا هذه ها نزلنا منهم مين هذان وهاتان فضل عند حضرتك هؤلاء ده بالنسبة لأسماء الإشارة القريب. في أسماء البعيد ذلك وتلك أيضا مبنيان. الأسماء الموصولة زي بالضبط نفس الحركة اللي احنا عملناها مع أسماء الإشارة اللذان اللتان هيعرب إعراب المثنى يرفع بالألف وينصب ويجرب الياء. يبقى تجيب أسماء الموصولة من الأول الذي التي الذي مفرد مذكر التي مفرد مؤنث اللذان واللتان احذف لأنهم بيعربوا. عند حضرتك الذين اللاتي واللائي دائما أسماء موصولة مبنية. أسماء الشرط أدوات الشرط اللي أنا كنت بحطها قبل الفعل المضارع بتاعت أولى إعدادي الترم الثاني ها أن من ما متى مهما أين أينما حيثما كيفما كل أدوات أسماء الشرط ما عدا أي وأيان وأيا هذه تعرب. أما الباقي يمس لا حضرتك دول مبنيين. أسماء الاستفهام أدوات فيها أدوات الاستفهام اللي تبدأ آخر الجملة اللي ببدأ بيها السؤال وآخر الجملة علامة الاستفهام بتاعتك من ما ماذا لماذا هل كيف متى أيضا مبنية. بعض الظروف يعني إيه بعض الظروف؟ أصل أنا كان عندي فوق تحت اللي إحنا كنا عم بناخدهم برضو من جريد فور يا جماعة أنا ما بعدتش عن النحو نحو كله متصل ببعض. بعض الظروف زي أنسي أنا نطقتها بإيه؟ وإيه الصوت اللي طلع؟ أنسي بني على الكسر. الآن بني على السكون. منذ ومذ أيضا مبني على السكون. إذا عندي الظروف ثلاثة وساعات بنزود لما هتطلع شوية في المراحل العليا. الظروف دي مبنية. الباقي بين فوق يمين يسار كلها معرب. شوف معايا الجمل اللي جاية. الأفعال المبنية أنا خدت الأسماء. طيب قلت كمان أنا كان عندي كلمة تتكون من إيه؟ اسم وفعل وحرف. كل الأسماء إذا مبنية. الأسماء الست مبنية. الباقي معرب. طب بالنسبة للأفعال الأفعال المبنية اللي عندي الفعل الماضي تعال هات مثال وانطقوا كده. كتب فعل الماضي مبني على الفتح ميسا انا عارف من جريد فور مش ناسيها حلو. لا انت عندك بقى اضافه زياده شويه وحضرتك خدتها ايضا في اولى ثانوي. الفعل الماضي الاصلي فيه بيبنى على الفتح اذا لم يتصل به اي ضمير. يبنى ايضا على الفتح اذا اتصل به الف الاثنين. كتب كتب تو الصوت اللي اتنطق فيها. لا يا ميس خلي بالك انا هنا حرف التاء سكنته. طب بتركز كده وخلي بالك من النوعين بتوع التاء. في عندي تاء بتتصل بالفعل واسمها تاء التأنيث الساكنة. طالما هي ساكنة مش هتأثر في الحرف اللي قبلها تبقى كتبت. ركز كده تاني انا عندي ثلاث حاجات فتحت فيهم الفعل الماضي اذا لم يتصل به اي ضمير اذا اتصل به الف الاسنان اذا اتصل به تاء التأنيث الساكنة يبنى على الفتح. ممتاز. الحالة الثانية هبنيها على السكون إذا اتصل بي الضمير بتاعي أنا. كتبت أو كتبنا ناء الفاعلين لاتصاله بتاء الفاعل ضمير مبني على الضم يحل محل الفاعل واتصاله بناء الفاعلين بني على السكون. طيب إذا اتصل بواو الجماعة على ما يبنى كتبوا سجدوا لعبوا. بص هقول لك على سر كده صغير بيني وبينك وما تقولوش لحد. هات الفعل وانطق الحرف الاخير بتاع الفعل بدون الضمير اسهل بكتير. طب ليه يا ميس كنت عماله بتقولي كل اللي فات ده؟ معلش عشان تتعلم بس. لاعب بوب الباء اللي حصل ايه الصوت اللي اتصل بيها؟ صوت الضم لانها متصله بواو الجماعه. اذا بني على الضم لاتصاله بواو الجماعه. احفظ اللي انا قلت عليه احفظه بس خلي بالك ان في قاعدة كده حلوة جميلة للطلبة المتميزين يبنى على ما ينطق به. انت صح عشان تعرف. بص معايا كده على فعل الامر. فعل الامر هو ما معناه؟ لما اطلب من حضرتك تعمل لي شيء معين وهتعمله بحب
مش هأمرك بيه. طيب فعل الأمر زي ما قولك ايه، اكتب، العب، اذهب، قم، نم. في قاعدة بتقول يبنى على ما يجزم به الفعل المضارع. طب الأسهل بالنسبة لك إيه؟ هقول لك أنا القاعدة الحلوة، الفعل الأمر زي الفعل الماضي. الفعل الماضي كنا بنقول عليه ماله؟ مبني على فتحنا، فعل الأمر مبني على السكون، ده الأصل فيه. طب إذا اتصل بنون التوكيد ماله؟ ها والله لأكتبن الواجب، بني على الفتح. طب إذا اتصل بأي ضمير آخر وكان آخر حرف فيه حرف علة، يحذف حرف العلة، يبقى بقول عليه ماله؟ حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. طب افتكر معايا ايه حروف العلة كده بسرعة؟ الألف والواو والياء. إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة، طب ما افتكر ايه هم الأفعال الخمسة أصلا؟ أي فعل اتصل به ألف ونون واو ونون ياء ونون، ماذا هيحدث في ذلك الفعل؟ يحذف النون فورا. خش معايا بقى على الفعل اللي زي ما بقول عليه كده، هو الراس الكبير، ابو الافعال كلها، هو الفعل المضارع. الفعل المضارع ده زي ما بقول البيك بوست بتاع كل الافعال. هيحصل فيه ايه؟ الفعل المضارع اللي عندي عند حضرتك التلات اساسيات اللي فيه، ربنا يخليك، الفعل المضارع اساسه معرب. والله امتى ده؟ هيعرب عند حضرتك إذا لم يتصل أو لم يسبقه أداة. هقول عليه إن هو معرب، معرب ومرفوع بالضمة. إذا سبق بأداة نصب يبقى فعل مضارع منصوب، إذا سبق بأداة جزم يبقى فعل مجزوم. طب غير كده يا ميس، ده أنا بلاقي متصل بيه نون، إيه هي النون دي؟ أنت عندك نوعين من النون. إذا كنت بخاطب المؤنثة بقول عليه فعل مضارع مبني لاتصاله بنون النسوة، الفتيات يكتبن واجبهن، والله لأجتهدن في دروسي، والله يخلصن، لا يخلصن العمال. هو ايه اللي حصل هنا؟ انا هدي نوعين من النون وركز فيهم كويس قوي، وركز في النطق عشان تعرف انت هتبني ازاي. الفعل المضارع قلت الاساسي فيه انه هو دايما معرب. طب امتى هيبنى؟ امتى هيخش ويدخل؟ امتى هيكون مع الرولز بتاعه البناء وهيبقى مع الفعل الامر ومع الفعل الماضي؟ عند حضرتك حالتين، النون اللي احنا كنا بنرسمها دايما كده على السبوره، واقول لحضرتك النون دي، النون مره هتكون مشدده ومفتوحه، وبقول عليها ان النون دي اسمها نون التوكيد. وازاي بجيبها في الجمله؟ هتلاقي اسلوب القسم والله ولام القسم، وهات الفعل المضارع. حذاري تاني اعدادي ان حضرتك تجيب الفعل وتروح محوله للماضي عشان تقول ان انا كده هبنيه، لا غلط. هات الفعل المضارع عادي جدا وحط قبليه لفظ الجلاله ولام القسم، وفي النهايه حط النون المشدده المفتوحه. اذا انا جبت فعل مضارع مبني على الفتح واسمها نون التوكيد. حاله اخرى لما خاطب بمين؟ المؤنث، نون النسوه الساكنه. طب نجيب مثال، يجي كده في اخر سؤال رقم جيم في قطعه النحو يقول لحضرتك ايه؟ اجعل الفعل يقرا مره مبني ومره معرب. سهل جدا، وبلاقي الولاد كلها تلخبطوا وتغلط فيه. ليه يا ابني؟ يقرا، هات الفعل في اول الجمله، يقرا الطالب الدرس. يقرا فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره، لانه فعل مضارع لم يسبقه لا ناصب ولا جازم. سهل، يقراه. طب انا عايز اخليه مبني. قدامك حالتين لسه قايلهم حالا، اما هيتصل بنون النسوه او هيتصل بالنون التوكيد. والله ليقرأن الطالب الدرس، الفتيات الطالبات يقرأن الدرس. هفكرك تاني معايا بالأفعال المعربة، هو الفعل المضارع بس مفيش فيه أي جدال. الفعل المضارع دائما الأصل فيه الإعراب. عندي ثلاث حالات من الإعراب، يرفع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، وهي دي الحالة الأساسية في الفعل المضارع. يجزم إذا سبق بأداة من أدوات الجزم، وينصب إذا سبق بأداة من أدوات النصب. طب تاني كده افتكر معايا إيه هي علامة الرفع؟ يرفع بالضمة. طب إذا كان فعل من أفعال الخمسة، هي إيه أصلا أفعال الخمسة كده؟ افتكر بسرعة، أي فعل مضارع اتصل به واو ونون ياء ونون ألف ونون هيعمل إيه لما يكون الفعل المضارع ده جايباه في أول الجملة أو في وسط الجملة؟ يرفع بثبوت النون. ما في حالة النصب هتلاقي عند حضرتك أدوات النصب، افتكرها لي كده، في حالة الجزم وحالة النصب افتكر أدوات النصب بسرعة،
ها انا يلا فعل مضارع يسبق وادام عطاء النصب ان ولن وكي وحتى ولام التعليل. قول يلا كرر ان لن كي حتى لام التعليل اذا سبقت اي فعل مضارع ينصب بالفتحه. طب اذا كان من الافعال الخمسه اللي احنا لسه قايلين عليهم من تي وواو ونون وياء ونون حذفت النون اذا سبق بادوات الجزم. هو مش حضرتك خدت في اولى اعدادي ان انا عندي نوعين من ادوات الجزم، نوع بيجزم فعل واحد ونوع بيجزم فعلان اللي هي جمله الشرط. ادوات الجزم للفعل الواحد لم، لما، لام الامر ولا النهايه. ادوات الشرط الجازمه لفعلان اللي هو فعل الشرط وجواب الشرط عند حضرتك ان، من، مهما، اي، ايان، اينما، حيثما، وكيفما. هتعمل ايه ادوات الجزم؟ بتجزم الفعل المضارع بالسكون اذا كان صحيح الاخر، ويحذف حرف العله اذا كان معتل، واذا كان من الافعال الخمسه يحذف النون. بص معايا كده، انا عايز افكرك بحاجه تقريبا كده. انا لميت لحضرتك كل القاعده او كل الحركات الاعرابيه من اول سنه رابعه ابتدائي لغايه ما هتطلع معايا ان شاء الله ثانويه عامه. افتكر ازاي برفع اي اسم سواء كان فاعل، سواء كان مبتدا، سواء كان خبر، هرفعه اذا كان اسم ظاهر صحيح يرفع بالضمه، المفرد مرفوع بالضمه وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. اذا كان الفعل معتل الاخر هقول ان الضمه الاولى الضمه، اذا كان الاسم او الفعل بدون حرف عله الضمه الظاهره، اذا كان الفعل معتل الاخر بنهايه الف او واو او ياء الضمه مقدره. يرفع الاسم دائما بالواو اذا كان جابع مذكر سالم او من الاسماء الخمسه. افتكر لي كده بسرعه ايه الاسماء الخمسه؟ ابو واخ وحم وزوفو، بترفع بالواو، تنصب بالالف، وتجر بالياء. في حاله المثنى يرفع الاسم بالالف. ممتاز. طب علامات النصب دايما احنا عارفين بننصب بايه؟ بالفتحه، الفتحه الظاهره مع المفرد وجمع التكسير. طب الفتحه المقدره مع الاسم المكسور، ايه الميزه؟ انا ما سمعتوش قبل كده. هو حضرتك عارفه بس مش عارف اسمه. هو اي كلمه بتنتهي بالف لينه قبلها فتحه، زي كلمه كبرى، هدى، الفتحه هنا بتكون فتحه مقدره. عندك علامات النصب ايضا، جمع المذكر السالم ينصب بايه؟ بالياء. ممتاز. والمثنى ينصب بالياء. تمام، برافو عليك. الاسماء الخمسه لسه قايلها فوق مع الرفعه، اب واخ وحم وزوفو، تنصب بالالف. اخر حاجه جمع المؤنث السالم ينصب بالكسره. برافو عليك. علامات الجر، اي اسم معتل الاخر. لا لا لا، احنا مش انا معتل بقى، لا في معتل يا ميس، خلي بالك المعتل ماله. المعتل هنا عند حضرتك بقول عليه اما منقوص او مكسور اللي هو اخره ياء قبلها كسر، زي كلمه محامي، ساعي، الكسر هنا مقدر. اما الكسر، الكسره الظاهره مع حاله المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، دي بتكون كسره اساسيه. في حاله جمع المذكر السالم يجر بالياء. والاسماء الخمسه تاني، ابو واخ وحم وزوف، وحضراتكم بتلخبطوا فيها جدا، بتجر بالياء. شكرا.